معانا في أول حلقة لينا في برنامج خلاصة الكلام. كل سنة وانتم طيبين أول حاجة، وشهر كريم عليكم يا رب، ويجي علينا يا رب كلنا بالخير وبالفرحة وبالسعادة، وبإذن الله كل حاجة إن شاء الله إن شاء الله هترجع زي الأول وأحسن. بس إحنا نتفائل، يعني هنتفائل خير وربنا بإذن الله هيجيب لنا الخير. أحب أن أنا أتكلم طبعا عن الموضوع اللي شاغلنا كلنا، وهو موضوع فيروس كورونا. بس مش هنتكلم عن الاحتياطات أو اللي نتكلم عن اللي خلاص يعني لازم نعمله، إن إحنا لازم نعقم إيدينا نعقم بيوتنا، لا، هنتكلم في حاجة تانية خالص. إحنا هنتكلم في نفسيتنا، يعني هنتكلم ازاي ان احنا نفسيتنا ما تتأثرش، يعني نعيش طبيعيين، نعيش الحياة عادي جدا، نحس ان احنا ما فيش حاجة اتغيرت في حياتنا علشان ما يحصلش لينا اكتئاب او يحصل لينا حاجة في جوانا. يعني الحمد لله ان الشهر ده دخل علينا عشان يدينا تفاؤل، يدينا ثقة في ربنا كبيرة قوي، ان ربنا بيعمل كل حاجة كل حاجة فيها خير لينا. عمره ما هيعمل حاجة وهي ما فيهاش خير لينا، فلازم كلنا نقول الحمد لله ونشكر ربنا على كل حاجة يجيبها لنا. يعني مش احنا بس اللي عندنا الفيروس ده، العالم كله، فيعني كلنا في مركب واحدة، كلنا في مركب واحدة. يعني العالم كله دلوقتي خلاص يعني بقى عنده حظر، وعندهم مشاكل اقتصادية، فيعني لازم ان احنا ناخد وقتنا، يعني ناخد وقتنا ونفكر ونشوف احنا هنتعامل ازاي بعد كده، لان الموضوع مش هيخلص في يوم وليلة، الموضوع مش هينتهي اعتقد دلوقتي. فلازم كلنا كلنا نتعاون ان احنا نتفائل، عايزين نتفائل خير من ربنا. في حاجة كمان عايزة اتكلم فيها، نتكلم اول حاجة نشكر الجيش طبعا بتاعنا، ان هو وقف وقفة كبيرة قوي معنا، يعني وقف معنا وقفة من اول الازمة اللي احنا فيها ديا. بنشكره جدا على وقفته ديا، وبنشكره على اهتمامه ان هو يعني عمل بدل واقية من الفيروسات، وعمل كمامات، وعمل أسلحة بيحارب بيها الإرهاب زي ما شفنا. الجيش مش ساكت، يعني الجيش الحمد لله الحمد لله، يا رب يعني يقويه، يا ربنا يقويه يا رب. وأحب أشكر برضو الجيش الأبيض، أحب أشكرهم إن هم بيحاربوا في حرب، يعني ربنا المعين، يعني ربنا المعين، إن هم سايبين بيوتهم وسايبين ولادهم وبيعالجوا المرضى، يعني وهم مش خايفين، مع ان احنا اللي في بيوتنا وقاعدين احنا مذعورين يعني خايفين. فاحنا بنشكرهم وبنقول لهم الف شكر الف شكر على مجهوداتكم معانا. احب بقى اتكلم عن حاجه كمان، في حاجه بقى لاحظتها كبيره قوي، يعني بتحصل ان كل اللي يفهم او ما يفهمش حاجه عن فيروس كورونا بيتكلم، يعني كله بيألف، كل اللي عايز يقول معلومه ويخترعها بيقولها. فاحنا مبقاش عارفين ناخد المعلومه الصح منين. المفروض ان اي معلومه بناخدها بناخدها من مصادر موثوق فيها، مش اي حد يقعد معانا في قعده يقول كام كلمه او يألف او يفتي او اي حاجه ان احنا نصدقه. يعني انا عن نفسي من اول الازمه دي كنت بقول اي حاجه وبالف وبقول زي ما الناس بتقوله كده، بس لقيت ان الموضوع مش هينفع لان كلنا بقينا بنالف. فاحنا عايزين ناخد المصادر بتاعتنا من الناس اللي هي موثوق فيها، مش اي حد يدينا معلومه نصدقها. كل يوم بنلاقي معلومات نزلت، تاني يوم نلاقي معلومات غيرها، طب فين الحقيقه فين الصح؟ يعني احنا دلوقتي كده بقينا يعني عندنا تشتت، احنا مش عارفين الفيروس دون بينتهي بالحراره، الفيروس دون بينتهي لما نشرب حاجه سخنه، اما نبعد عن المكان اللي ممكن يكون في حاجه مش معقمه او حاجه ممكن
هتأذينا، احنا مش عارفين الصح فين، فاحنا مش عايزين نفتي او نقلف في الموضوع ده، لان ده ما فيهوش هزار، يعني الموضوع ده موضوع ما فيهوش هزار. وبرضو بنقول ان احنا يعني ما نترعبش منه، يعني احنا مش عايزين نترعب، عايزين نعيش حياتنا طبيعية، يعني نمشيها، نمشي الدنيا لازم تمشي، نمشي في كل حاجة، لان كل حاجة بإذن ربنا، كل حاجة ماشية بإذن ربنا. ربنا هو اللي جاب الفيروس ده وجاب لنا الوباء ده، وهو قادر ان هو يشيله في لحظة زي ما جابه، وده اختبار، ده اختبار من ربنا كبير قوي، بيختبرنا بيه، بيختبر العالم كله بيه مش احنا بس. بس احنا بقى نقول ايه؟ نقول الحمد لله. كل ما نقول الحمد لله ربنا هيخفها من علينا بإذن الله. وعايزين نعمل كده كشف حساب مع نفسنا، يعني نعيد حساباتنا، نشوف احنا الفترة اللي فاتت دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل حاجات صح ولا كنا بنعمل حاجات غلط؟ يعني أذينا حد، زعلنا حد، في حد جرحناه بكلمة، يعني نعيد حساباتنا. احنا قاعدين في البيت يعني مرناش حاجة، نقعد نفكر نشوف ايه اللي ممكن نكون عملناه غلط، نحاول ان احنا خلاص ما نعملوش تاني. اختبار من ربنا لينا. في ناس صابها الغرور، صابها الغرور بطريقة يعني كبيرة، يعني كل واحد بقى خلاص يعني انا وانا وانا وانا. طب ما خلاص ربنا في لحظة يعني خلاك مفيش، انت وانت وانت انت قاعد في بيتك مش قادر تعمل اي حاجة. الغرور مش حلو. التواضع يا جماعة، التواضع، احنا عايزين نتواضع لربنا عشان ربنا يرفع عننا البلاء ده. وبإذن الله ان شاء الله ربنا هيرفع عننا البلاء ده. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا تاني نكمل بقية كلامنا. عايزة اتكلم على حتة التفكك الأسري اللي كان موجود بشكل كبير قبل الأزمة بتاعتنا. كان مفيش، الأسرة ما كانتش بتجتمع مع بعضها، كان أغلبية الولاد موجودين برا، بيخرجوا كتير مع أصحابهم، مش موجودين في البيت كتير، ما بيتجمعوش في الأكل مع بعض. لكن اللي حصل ان الأزمة اللي احنا فيها دي قعدتنا شوية مع بعض، يعني خلتنا نقعد شوية نتكلم مع بعض، ناكل مع بعض. الأول ما كانش فيه خالص خالص، يعني لو شفنا بعض يبقى حلو قوي. فيعني دي الإيجابيات اللي احنا استفدنا منها، ان احنا بقينا نشوف بعضنا أكتر، بقينا نتكلم مع بعضنا أكتر، بقينا نعرف حاجات عن بعض ما كناش نعرفها خالص. كان الكل يا اما قاعد يعني على التليفون، ما بيردش على حد، او بياكل لوحده، او مش موجود. الازمه دي خلتنا نقعد مع بعض، يعني خلتنا نفهم بعض ونشوف احنا كنا بنفكر في ايه، او احنا ايه اللي احنا عايزينه من الدنيا، او في ايه محتاجينه او كده. الاول ما كانش حد يقعد يسال حد انت مالك او في ايه. يعني الأزمة دي خلتنا نتلم شوية مع بعضنا، ناكل مع بعض، نشرب حاجة مع بعض، يعني بجد يعني استفدنا من الأزمة دي، قعدتنا الحلوة مع بعض. نتكلم بقى في حاجة تانية. عايزين نتكلم برضو إن التجربة دي مش عايزينها تعدي كده من غير ما نستفيد منها. يعني مش قعدتنا دي كلها في بيوتنا وتفكيرنا مع نفسنا عن اللي حصل فجأة دون، واللي ما كانش حد يتوقعه، ان العالم كله في وقت واحد
الأكثر عنده حظر، كل الناس في بيوتها، محدش بينزل، محدش بيروح، محدش بيجي. عايزين نستفاد منها، نستفاد من الأزمة دي، يعني مش عايزين نخرج منها وإحنا يعني ما ناخدش منها استفادة يعني. فنستفاد بإيه يعني؟ إحنا في ناس كتيرة كانت عايشة الدنيا بالطول وبالعرض، ما بتفكرش في أي حد. ناس كانت بتفتري على المظلومين كتير، ناس ما كانش بيهمها أي حاجة. فأنا بقول لهم يعني إيه؟ بقول لهم راجعوا نفسكم، راجعوا نفسكم، يعني فوقوا نفسكم، شوفوا أنتوا ظلمتوا مين أو جرحتوا مين. لأن دي يعني دي أكتر حاجة في الدنيا ممكن تأذي البني آدم، يعني أكتر حاجة ممكن تأذي أن أنت تجرحه أو أن أنت تذل حد أو أن أنت تفتري على حد. فبقول لهم فوقوا نفسكم، مش بس دلوقتي أن أنتوا تعملوا الخير أو يعني خلاص يعني يا رب إحنا هنبقى كويسين وأول ما الأزمة تعدي ننسى كل حاجة. هو ده الخوف من كده، إن إحنا في أزمة فأول ما الأزمة دي تعدي نرجع زي ما كنا. هو الخوف من كده. إحنا عايزين نستفيد منها، إن إحنا إيه الغلط اللي كنا بنعمله ما نرجعلوش تاني. دي حاجة مهمة قوي. نتكلم في حاجة كمان برضو، معانا اتصال؟ اوكي ماشي. اوكي مين؟ الو الو، ايوه ايوه اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. مين معايا؟ انا المتصله بيك يا جنة. اهلا يا جنة، ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا بهنيكي جدا. ميرسي، ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ كويسه؟ الو الو الو. دي جنة. دي جنة بنتي، بس انا مش عارفه. الو جنة. ايوه يا ماما، بجد البرنامج يا جنة. استفدتي ايه يا جنة من قعدة البيت؟ انا عايزة اسألك بس، المفروض الواحد يعمل ايه احتياطاته دلوقتي في فيروس كورونا؟ لا يقعد في البيت، ما ينزلش، ولو نزلتي هتحطي الكمامة وهتلبسي جلافز عشان ما تمسكيش اي حاجة بره. احنا ما نعرفش يعني معقمة او مش معقمة يا جنة، وانا بقولك ريحي نفسك اصلا وما تنزليش. قعدة البيت حلوة. سامعاني؟ سامعاكي. ماشي حبيبتي، انا بهنيكي تاني على البرنامج بجد. ميرسي يا جنة، ميرسي حبيبة قلبي، ميرسي حبيبتي، شكرا يا جنة، باي. في اتصال تاني؟ في اتصال تاني؟ اوكي. نرجع نتكلم بقى عن رمضان شوية وذكريات رمضان. طول عمرنا نستنى الشهر ده، يعني بنقعد من السنة للسنة مستنيينه. ليه بنستنيينه؟ احنا في الشهر ده بنحس بيه بايه؟ براحة نفسية اول ما يجي الشهر ده، بالأذان، بالصيام، بالفطار مع بعضنا، بقعدتنا قدام التلفزيون. الشهر ده يعني ذكرياته كتير قوي، لو قعدنا نتكلم عليها ما بتخلصي. انا مش عايز حد يقول ان السنة دي 2020 سنة كئيبة او سنة جاية علينا بحاجات وحشة كتير. على فكرة يعني ده كلام مش مظبوط، وده كلام ناس يعني تهزر، او ناس يعني ما ينفعش نقول على سنة من سنين ربنا، من ايام ربنا، ان هي سنة شؤم علينا حصل وحصل وحصل فيها. لا خالص، السنة دي سنة جميلة، وكل اللي حصل فيها هيعدي وهنفتكره كأن يعني شيء لم يكن.
يعني احنا هنفتكر السنه دي ولا اكن حاجه عدت علينا، هناخد استفاده منها، هناخد تجربه من السنه دي، وكل اللي احنا فيه ده هيعدي هيعدي. احنا دخل علينا شهر كريم، احنا دخل علينا شهر كل الشياطين خلاص اتحبست فيه، يعني الحمد لله احنا في شهر كله بركه، الشهر ده كله بركه. يعني مجرد لما انا بسمع الاذان بتاع المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت، انا اول ما بسمع صوته بسمع صوته انا مش عارفه يعني بيحصل لي ايه، انا بلاقي نفسي كده حتى لو انا منفعله حاجه هديت كده، والصوت بتاعه صوت الاذان ده نفسيا نفسيا بيريحنا قد ايه. صوت اذان الشيخ محمد رفعت من اجمل الاصوات. معانا اتصال. ام ملك، ازيك يا ام ملك؟ الحمد لله، عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، انت عامله ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه، ربنا يخليكي. الحمد لله والله كويسه. انا عايزه اوصل رساله للناس عن طريق القناه. اتفضلي. عايزه الناس تهدى شويه، لان والله العظيم انا شايفه ان الناس برضو لسه يعني في يعني تكاسف كتير مع الناس، وشفت النهارده والناس بتقبض حاجات والله العظيم ما تنفع خالص. صح صح. وشايفه ان وفي زحمه وفي مش عارفه ايه. مظبوط. عايزه الناس تهدى شويه، مش كده، عايزين الامور تعدي. لو كل واحد خاف على نفسه وعلى بيته وعلى اللي حواليه الامور هتعدي، انما الناس على فكره مش عارفه، في ناس لحد الان مش مصدقه ان في كورونا اصلا. فعلا في ناس، ده دور فعلا. برد، ده دور مش عارفه ايه، ده دور طبعا. عادي. ده انا عايزه اوصل رساله، الناس ليه ما بتخليش بالها من نفسها؟ يعني ده وباء في العالم كله، الوباء ده لازم يخف في العالم كله عشان يخف عندنا، فاحنا لازم نعمل احتياطاتنا. والله هو الناس دي الناس يعني ما عندهاش التحضر والفكر ان هم يعرفوا خطورة الموضوع. هو الموضوع فعلا خطير، بس يعني احنا مش عايزين نزوده قوي قوي علشان برضو لازم الدنيا تمشي، بس لازم الناس تعرف ان الاحتياطات يعني دي من غير حتى فيروس كورونا، احنا الاحتياطات دي لازم ان احنا يعني نمنع موضوع ان احنا نسلم على بعض ونبوس بعض. ده من غير كورونا، ده اصلا من غير كورونا المفروض ان العاده دي ما تبقاش موجوده. احنا بنقابل صحابنا ونكون بايسينهم، تاني يوم لو قابلناهم نبوسهم تاني، يعني لحقوا وحشونا. انا مش عارفه في ايه، انا ما اعرفش، احضان وبوس وكده. طب ما كانوا معانا امبارح، يعني في ايه؟ لما نيجي مثلا حتى نتكلم نعطس نكح، طب ما في مناديل، هو في اكتر من مناديل؟ ما نحط منديل. يعني ايه اللي هيتعبنا في كده؟ يعني انا بص الاقي نفسي ماشيه في الشارع الاقي ناس جايه في وشي وهي جايه في وشي مره واحده تكح في وشي، طب اعمل انا ايه؟ فجأة هعمل ايه؟ ده لو عنده مشكله ما خلاص. فاحنا بنقول يا جماعه واحنا بره ما نقفش في وش اللي بيكلمنا وجها لوجه، نعمل مسافة، نعمل مسافة. ما ينفعش، طب ما الكلام والرذاذ ده ما ممكن يجي في وشك، وهو لو عنده مشكلة طب ما هيعديك وانت هتعدي غيرك، وهتأذي أهل بيتك وهتأذي غيرنا. الواحد هو مش خايف على نفسه بس، احنا خايفين على الشعب كله، ان يعني واحد ممكن يأذي الكل، واحد بس بإهماله وعدم تحضره وان هو مش مستوعب او ان هو فاكر ان الموضوع بجد. ده في ناس فاكره ان كل ده كمان هزار، ان الموضوع ده كله حكايه تاليف من العالم كله، يعني فاكرين ان هي حد عاملها او مؤلفها. هم مش مستوعبين كل ده، هم مش مستوعبين. فاحنا دورنا ايه؟ ان احنا لما نلاقي حد كده نفهمه، حتى لو رد مش كويس لينا او بنعمل اللي علينا، لان في ناس فعلا وانت بتفهمها الصح من الغلط بيتريقوا عليك، بيتنقوزوا علينا لما نفهمهم الصح من الغلط، بس برضو يتنقوزوا ما يتنقوزوش هنفهم وهنقول، لان احنا لازم نعدي المحنه دي، لازم احنا لازم باذن ربنا نعديها. وبالتالي ان الاعلام مش مخلي في كل حته، مش مخلي في كل قناه وفي كل مكان وفي كل حته، بيدي توجيهات وبيدي ارشادات وبيدي كل حاجه عشان يوعي الناس. احنا بقى كشعب، احنا كشعب حتى لو احنا ماشيين في الشارع لقينا حاجه قدامنا غلط، مش هنسكت، هنتكلم وهنقول، هنقف كده ونقول له انت غلط اعمل كذا. مره في مره الناس اللي هي ما عندهاش تحضر دي يمكن تفهم، احنا بنقول يعني من عند ربنا يمكن تفهم ان احنا فعلا في ازمه،
احنا فعلا في ازمه، وازمه مش هتعدي يعني بسرعه، على اي قاعده مستنيه لغايه لما ربنا وحده من عنده هو اللي هيزيح ده كله باذنك يا رب. بس ملهاش تاريخ، يعني ما نقدرش نحط تاريخ، يعني اللي بيجي يفتي يقول لك ازمه كورونا هتنتهي 15/5، لا تاني يوم ازمه كورونا هتقعد لغايه شهر ديسمبر، تالت يوم لا هي اخرها 15 اغسطس، ده بقى الاخر، ده اخر حاجه. طب وبعدين هنفضل نفتي كده كتير؟ هنفضل نرغي ونالف وندي بعض معلومات غلط؟ اي معلومات عايزين ناخدها ناخدها من مصادر موثوقه، يعني الدكتور ناخد من الدكتور، اهل الدين هناخد من اهل الدين بيقولوا لنا ايه. طب الناس دي خدنا منهم خلاص، هم مسؤولين على اللي هو المعلومه اللي هم قالوها لنا، هم مسؤولين، احنا خدناها منهم صدقناها. لكن مش يبقى واحد مثلا شغال محامي وجي يقول لنا ده كذا كذا وخلاص وكنا ده نسمع كلامه، لا ما نسمعش. انت مش اهل كده عشان خاطر تقول لنا فتوى ولا عشان خاطر تدينا معلومه. انا عايزه اقول ان المعلومات شغاله على الفيسبوك بالهبل بالهبل ماشي. وبعدين بقى ايه الناس رددها تاني وموثوق فيها؟ طب يا جماعه موثوق في مين؟ ده اللي منزل الكلام ده واحد شغال شيف في شركه ولا شيف في اوتيل ولا شغال ملوش علاقه بالحاجات دي كلها. ما ناخد المعلومه من الناس المناعه، ناخد الناس اللي متخصصه في المناعه هي اللي تقول لنا الكلام المظبوط، الدكتور يقول لنا، الشيوخ يقول لنا، يعني الناس اللي هي ممكن تصوم وممكن ما تصومش هم اللي يقولوا لنا مين. مش كل واحد يحس بشويه تعب، ضربات قلبي زايده، ما اعرفش حوش، انا دخت، انا ما اصومش، انا لا ما ينفعش ما ينفعش. ما ضربات قلبك ممكن تزيد من اي ارهاق، ايه المشكله؟ شربت قهوه زياده، عملت ايه؟ يبقى انت عندك مشكله. وبعدين كل واحد ابص يقول ايه؟ ده انا عطست، انا يا نهار ابيض، ده انا شكلي عندي حاجه، طب اعمل ايه دلوقتي؟ رعب رعب. طب انت منك وتقول انا مرعوب وعطست، خلاص اقعد في بيتك ماشي، اهتم بنفسك وبنظافتك واقعد في بيتك، لكن مش تخرج وتروح وتيجي وفي الاخر تاذي الناس والكل وتقول انا خايف ليكون عندي كذا، لا ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده. احنا لازم نفكر قبل ما نعمل اي حاجه، نفكر احنا شعب بنعمل الحاجه وبعدين نفكر فيها. والله احنا شعب بنعمل الحاجه ونفكر، وشعب بيحب التاليف قوي، تأليف، بنألف بنفتي كتير قوي قوي، لأن احنا شعب طيب والله العظيم، احنا كل المصريين دول شعب طيب وبيجي من قريب، يعني احنا شعبنا شعب طيب وبيجي من قريب. وبرضو ربنا حافظ البلد دي، ربنا حافظها، وبإذن الله بإذن الله يا رب، بإذنك يا رب، وبدعوات كل المصريين، بدعوات كل المصريين ان ربنا هيزيح عننا الوباء ده. بس احنا عايزين نتفائل، عايزين نضحك، مش عايزين نكتئب. يجينا كل يوم صداع، كل يوم يجينا كوابيس. انا الفتره اللي فاتت دي قعدت اسبوعين كل يوم اقوم بكابوسين ثلاثه، كل يوم اقوم بكابوسين ثلاثه يقضوا على اليوم بتاعي كله. ليه؟ عشان انا نايمه برضو بفكر وخايفه من اللي خرج ومن اللي جه. طب انا اللي خرجت، انا حصل، خايفين. بس الحمد لله الحمد لله شغلت نفسي بحاجات تانيه، ابتديت اتكلم في حاجات تانية. حتى لما بكلم حد من صحابي انا وهم بنقول ما نفتحش المواضيع اللي ممكن تجيب لنا اكتئاب، مش لازم نتكلم في حاجات تانية تخرجنا من اللي احنا فيه شوية. نتكلم في 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 الطبيخ، في الاكل، هنعمل ايه النهارده، رمضان جه هنعمل كل يوم ايه. غيروا كلامكم، غيروا مودكم، الحياة مش كلها خروج، الحياة مش كلها خروج، مش كلها كافيهات ونوادي ومولات، مش كل ما احنا خرجنا اتفسحنا وسافرنا ورحنا كل حته براحتنا، ايه يعني خدنا ايه؟ زدنا ايه؟ لا زدنا رجل ولا زدنا ايه زياده ولا اي حاجه. واحنا قاعدين في بيتنا حصل لنا ايه؟ عشان مش بنشوف ناسنا وحبايبنا وقرايبنا واصحابنا؟ لا بنشوفهم بنكلمهم وبنطمن عليهم، طالما هم كويسين احنا خلاص كده مبسوطين، طالما احنا بنطمن على الناس اللي بنحبهم بتليفون حاجة احنا كلنا الحمد لله كويسين. اهم حاجة الالتزام، اهم حاجة ان احنا نلتزم. الالتزام مش وحش. نخرج فاصل.
ورجعنا لكم تاني نكمل كلامنا عن شهر الخير، شهر البركة. عايزين نتكلم بقى عن ايه اللي ممكن بعد صيامنا، حاجات مفيدة يعني ناكلها تقوي مناعتنا بالذات في الصيام، لأن احنا بنصوم فترة كبيرة، والفترة دي ما نشربش فيها مية، والمفروض ان المية في الفترة دي مهمة جدا، يعني المفروض ان احنا بنشرب اول ما بنقوم مية، على الظهر نشرب تاني، لأن شرب المية ده لوحده يعني فايدة، يعني لوحده بيقوي جهاز المناعة. فاحنا دلوقتي في الصيام بنصوم طبعا فترة لغاية ميعاد الفطار، فبنيجي على الفطار ما بنشرب عصاير كتيرة جدا، يعني كله بيمسك العصاير، يعني يبتدي بشرب العصاير، وبعدين نيجي ناكل، ما ناكل الأكل اللي هو لقمتين والواحد يشبع وكده. طيب هل الـ 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 الحاجات دي، يعني العصير مع الأكل القليل مفيد؟ يعني أنا بقول إن إحنا لازم نهتم أكتر بالخضروات زي ما الدكاترة قالوا لنا في أول الأزمة بتاعتنا، إن إحنا لازم نهتم بأكل الخضروات كتير والسلطة، إن إحنا لازم يكون برضو على فطرنا نعمل الخضار، خضار طازة، يعني مش الخضار المجمد، لا نجيب الخضار الطازة ونعمله، بس نعمله بطريقة مش اللي هي تتعبنا بقى بالقوطة وكده، لا احنا نعمله بطريقة سوتيه، يعني المهم عشان نستفيد بالفايدة بتاعته. ولازم طبق السلطة، ده حاجتين مهمين جدا في رمضان، يعني الحاجتين دول هيقوي المناعة عندنا. وطبق الشوربة، يعني اكيد ان طبق الشوربة ده في رمضان وعلى الفطار ده اساسي، ان احنا لازم نبتدي بيه. برضو عايزين نعرف ان احنا الناس اللي عندها مشكلة، الناس اللي بيبقى عندها مشكلة ان هي تعبانة وما بترضاش تفطر، احنا دلوقتي في وقت زي ما قلنا ما فيهوش هزار، التعبان والمعروف ان هو تعبان والمعروف ان هو بياخد أدوية بانتظام وما يقدرش ما ياخدهاش برضو، وربنا مديله رخصة وربنا مديله تصريح ان انت تفطر، وبالذات الناس الكبيرة اللي هي بتاخد أدوية، أدوية سكر، أدوية ضغط، أدوية قلب، اللي بتاخد أدوية بالمنظر دي، يعني احنا بنقول لهم ان انتوا لو تعبتوا انتوا تفطروا، يعني انا ربنا رحيم بيكوا، يعني ربنا مديكوا رخص. انا بلاقي الناس الكبيرة بيبقوا تعبانين والأدوية بياخدوها في فترة قليلة من المغرب للسحور، فترة قليلة ان هم ياخدوا الأدوية بتاعتهم، وبرضو يسروا ان هم عايزين يصوموا. طيب الكلام ده كنا مثلا بنعمله قبل كده لأن ما كانش فيه مشكلة عندنا، دلوقتي عندنا مشكلة، احنا خايفين على الناس اللي عندها أمراض يعني مزمنة بياخدوا لها العلاج باستمرار، وبالذات مرضى الضغط ومرضى القلب والسكر، يعني الثلاث حاجات دول من أهم يعني الحاجات اللي لازم يعني نقف قدامها، يعني اللي عنده مريض ضغط، عنده مريض سكر، عنده مريض قلب، لازم بالراحة وكده وبهدوء إن هم يفطروا، ده مش حرام، احنا ربنا اللي قال، ربنا قال ان اللي عنده مشكلة وتعبان وكده مصرح ليه، مصرح، ما انت ممكن تطعم ناس تانية صايمة، نطلع حاجة، نعمل حاجة، بس احنا مش عايزين في الأزمة دي يحصل مضاعفات، يعني احنا زي ما بنقول بنلم الدور، يعني عايزين نعمل أي حاجة نلم بيها الدور عندنا، احنا مش عايزين الأعداد عندنا تزيد ولا عايزين أعداد الوفيات. احنا كل يوم لما بنسمع التقرير الواحد كل يوم بيتنكد، طبعا كل يوم، يعني احنا زي ما قلنا في مركب واحدة، كلنا في مركب واحدة، فلما بنسمع ان الأعداد زادت وبنسمع ان عدد الوفيات، والله كلنا بنبقى من جوه في حزن عندنا، احنا مش عايزين ده يزيد، احنا عايزين يا جماعة كل اللي شايف حاجة صح يعملها، انا تعبان، انا باخد أدوية، انا عندي مشكلة، لا خلاص انا افطر واطلع، مثلا افطر صايم، بطلع فلوس، يعني بعمل اي حاجة،
هي فتره، هي فتره بالطول بالعرض لازم نقضيها، يعني فتره بالطول بالعرض لازم نقضيها، وما نعانيتش. احنا ما نعانيتش، يعني ما فيهاش عند خالص، الموضوع ما فيهوش عند. ربنا رحيم، ربنا رحيم قوي، وهيرحمنا والله العظيم هيرحمنا، وهيشيل اي حاجه وحشه من عندنا. هنتكلم في موضوع بقى تاني. انا عايزه اتكلم على موضوع ال الدكاتره والممرضين. انا عايزه اقول ان الناس دي عندهم شجاعه كبيره قوي، شجاعه ان هم بيحاربوا المرض ده، هم مش خايفين. احنا اللي قاعدين في بيوتنا او بننزل نعمل حاجه بنيجي مرعوبين. الناس دي عايشه مع المرضى، عايشين معاهم، هم اللي عايشين معاهم، هم اللي بيديهم الدواء كده، والناس دي سايبه بيوتها وسايبه اولادها، حتى يعني حتى مش عارفه ترجع لهم، تقعد معاهم ياكلوا مع بعض يشربوا، خايفين على اهاليهم. الناس دي مش واخده حقها خالص، يعني الناس دي احنا عايزين نشكرهم ليل ونهار، يعني عايزين نقوم الصبح نشكرهم، وقبل ما ننام نشكرهم، نقول لهم بجد يعني انتوا الف شكر ليكم، انتوا جيش بجد، يعني احنا مش لاقيين كلمه نقولها لكم. ربنا يبارك لكم يا رب ويحفظكم، ربنا الحافظ، ربنا يحفظكم ان شاء الله باذن الله. نتكلم بقى حاجه عن البلد بقى، عني يعني انا فخوره قوي، فخوره قوي قوي ان انا من البلد دي، ان احنا اول مره في ازمه نبعت اعانات للبلاد التانيه، مش نستعين بينهم باعانات، يعني احنا دلوقتي اللي بنبعت لهم، بنبعت للبلاد اعانات، مش بناخد منهم. يعني انا فخوره قوي ان ده حصل، وفخوره جدا ان الـ 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 الجيش وسياده الرئيس ابتدى خطته من قبل الازمه ما تخش بلدنا، ابتدى الخطه بتاعته والاحتياطيات بتاعته، عمل كل اجراءاته كل الاجراءات، معلش، ان هو يقف قدام الازمه دي. خدنا اجراء بسرعه باغلاق الكافيهات، اغلاق النوادي، اغلاق المولات، ابتدي يعني ناخد اجراءات بسرعه، يعني اجراءات بسرعه، ودي حاجه كويسه جدا. انا مش عارفه يعني لو ما كناش خدنا الاجراء ده احنا كان زماننا وصلنا لفين. فاحنا بنشكر الجيش جدا، وبنشكر سياده الرئيس على سرعته في اتخاذ القرارات، يعني سرعته في اتخاذ القرارات بنشكره عليها، وربنا يحفظه ويسونه للبلد دي يا رب. في معنى اتصال؟ في؟ اوكي، معانا بس اتصال، ثواني. الو، فصل. اوكي، احنا عايزين برضو نقول حاجة، ان الازمة بتاعتنا دي خلت الاطفال الصغيرين علمتهم حاجات كتيرة قوي بجد، هم ابطال. الاطفال دول كانوا متعودين ان هم بيروحوا مدرستهم، بيرجعوا على تمارينهم، بيشوفوا صحابهم. الاطفال دي هي فعلا دول ناس اتأذوا، لان هم ما بقوش ينزلوا، ما بيشوفوش حد، ولا بيروحوا مدرسه، ولا بيقابلوا اصحابهم. يعني الاطفال دي هي المشكله. انا كل خوفي ان هم ممكن يحصل لهم مثلا حاجه نفسيه جوه، او لان دي احنا ما عصرناش اول مره نشوف الازمه دي، احنا اول مره اشوف الازمه دي تمر على البلد، ما عصرناش قبل كده. فالولاد الصغيرين اللي كانوا بينزلوا
دلوقتي، يقول لك انا وحشني صحابي، انا وحشني النادي، انا وحشني التمرين. انا عايز اعرف يعني هل نفسيا الاطفال دي هتطلع متاثره بالازمه دي، ولا ممكن ان هي مع الايام مع ان هم يكبروا ينسوا الازمه دي، ولا هتفضل جواهم فاكرينها، فاكرين ان هم قعدوا من المدرسه، فاكرين ان هم سابوا النادي ما بيروحوش، ما بقوش يخرجوا، ما بقوش يروحوا في اي حته، يعني دي هتاثر في نفسيتهم ولا لا؟ يعني انا ما بقعد كتير افكر في الموضوع ده، بقول طيب الولاد دول نفسيتهم فعلا بقوا معصبين جدا، بقوا معصبيين جدا، يعني عصبيه زياده عن اللزوم، وهو ده الخوف ان 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 يحصل ليهم حاجة جواهم تأثر فيهم. فإحنا عايزين يعني نفرج عليهم شوية دايما، وإحنا قاعدين معاهم نحكي لهم حاجات، نحكي لهم مثلا ذكريات فاتت، نحكي لهم حاجات كانت حصلت معانا ونقعد نفكرهم بيها، نعمل أي حاجة، لأن إحنا في فترة مش هيعرفوا ينزلوا ولا يعرفوا يشوفوا أصحابهم ولا يعرفوا يعملوا حاجة خالص. هما دلوقتي الأطفال دول مقضيينها لا نوم لا تليفون لا فرجة على تلفزيون. فأنا شايفة أن دول أكتر حد يعني اتأذى من الأزمة دي. بس أنا بقول لكل حد عنده أطفال يتعامل معاهم بأسلوب يعني يكون فيه هدوء شوية، حكاوي معهم شوية، لما حتى يتعصبوا نهدى عليهم، مش هم يتعصبوا وإحنا نتعصب، لا حتى لو هم اتعصبوا نتكلم احنا بهدوء عشان نمتص ده، لان احنا عارفين ان هم مكتئبين، ان هم جواهم مش متظبط، هم كانوا في حاجه وبقوا في حاجه تانية. الو الو اه فصل اتصال فصل. احنا كده خلاص كده الحلقة بتاعتنا خلاص أوشكت على الانتهاء، وأنا مبسوطة جدا بأول حلقة ليا معاكم، وأتمنى إن احنا نبقى مع بعض على طول في موضوعات كتيرة، وعايزة تليفونات منكم كتيرة وتقولوا لي آرائكم وأفكاركم، إيه اللي ممكن نعمله، إيه اللي ممكن نستفيد بيه، وبإذن الله إن شاء الله إن شاء الله هنعدي الأزمة دي وهنرجع زي الأول وأحسن، وربنا هيقف معانا في كل حاجة، ربنا مش هيسيبنا، اللي يقول يا رب ربنا هيقف معايا. ميرسي، اتشرفت بيكم، ميرسي، باي، تصبحوا على خير، باي باي.